منطقة بوستبة الموجود في مدينة طرابزون. بوستبة معروفة أنها منطقة مرتفعة في مدينة طرابزون. المشروع اللي بنعرضه اليوم أو الشقة اللي بنعرضها في مشروع اسمه 1001 أو بيمبر. المشروع في 1000 وحدة سكنية، وفي أيضا الخدمات اللي موجودة فيها مسبح مغلق، قسم للرجال وقسم للنساء، بالإضافة إلى صالة الفتنس وأيضا السوبر ماركتات، خدمات الأخرى من جلسات عائلية وملعب الأطفال والملعب الرياضية، وما ننسى أيضا البوابة الإلكترونية وخدمة سيكوريتي على مدار اليوم ومدار الأسبوع 24/7. الشقة اللي بنعرضها اليوم شقة دوبلكس، مساحتها 400 متر مربع. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة وأيضا إطلالاتها المميزة. تفضلوا معنا. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا جماعة الخير الدوبلكس. الدوبلكس مساحته تقريبا 400 متر مربع إجمالي الدورين. حاليا أشرح لكم الدور الأول إيش اللي موجود فيه. زي ما قلت لكم إحنا في الدور العاشر، شقة رقم 44. مدخل الشقة من هنا. المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب صغير خاص بالأحذية والعبايات، والدرج المؤدي هذا إلى الدور الثاني. عندنا يسارا هنا انترفون خاص بالجرس. الممرات أو الكوريدور موجود فيه السيراميك. يمينا هنا دورة المياه الأولى في الدور هذا، يعني في الدور هذا الدورة المياه هذه يخدم الدور الأول في الدوبلكس. وانتم بكرامة. مقابل المدخل، مقابل مدخل الشقة عندنا صالونين. نتوجه إلى الصالون الأول. أقدر أقول أن الصالون هذا مساحته تقريبا 20 متر مربع، له مخرج لبلكونة هنا. البلكونة هذه بلكونة صغيرة إطلالتها على المجمع، إطلالة البلكونة على المجمع. مساحة البلكونة تقريبا أقدر أقول 2.5 متر في 3 أمتار تقريبا. نكمل مع بعض. المنطقة هذه زي ما انتم شايفين الحاجز هذا، نقدر لو نحتاج الشيء هذا نفك الصالونين على بعض، نكسر الجدار هذا، نخلي الصالون هذا مع الصالون اللي بجواره مفتوحين على بعض. تعالوا نشوف الصالون الثاني. نشوف مع بعض الصالة الثانية. أيضا الصالة هذه مساحتها تقريبا 20 متر مربع. زي ما قلت لكم المنطقة هذه لو فتحناها على بعض يصير الصالة، مساحة الصالة كبيرة جدا، يعني نقدر نقول 40 متر مربع. موجود الأجهزة التدفئة موجود في كل الغرف والصالات. في مخرج لتراس جانبي للصالة هذه. تعالوا مع بعض نشوف التراس هذا. التراس هذا مقسم قسمين، قسم مقابل الصالة والقسم الآخر مقابل المطبخ، قسمين. المنطقة هذه أقدر أقول تقريبا 2.5 متر في 4 أمتار مساحة المنطقة هذه، وإطلالتها المميزة على البحر وعلى المجمع. المكان الآخر اللي هو من جهة المطبخ تقريبا أقدر أقول برضو 2.5 متر أو 3 أمتار في تقريبا 4.5 أو 5، ولها مدخل للمطبخ، يعني نقدر نخرج من المطبخ إلى البلكونة، وإطلالتها مميزة على البحر. نشوف مع بعض المطبخ، تفضلوا معنا. مساحة المطبخ جيدة، دواليبها راكبة وجاهزة، أماكن للأجهزة الكهربائية، مكان للشفاط والفرن، ومكان خاص لغسالة الصحون، وأيضا للفرن والثلاجة. والمنطقة هذه نقدر نحط فيها طاولة سفرة، وعندنا هنا مخزن صغير نقدر نستغله بالمؤونة اللي نحتاجها، نستغلها في مخزن صغير. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الدوبلكس.
حاليا شرحت لكم اللي موجود في الدور الاول صالونين ودوره مياه بالاضافه الى التراس الجميل مع المطبخ. تعالوا مع بعض نشوف الدور الثاني ايش اللي موجود فيه. تفضلوا معنا. وصلنا الدور الثاني. المنطقه اللي انا موجود فيها منطقه كوريدور وموزع للغرف. الكوريدور والغرف كلها باركيه درجه اولى. المنطقه هذه نقدر نقول انها منطقه نقدر نستغلها باي حاجه، نحط فيها دولاب او باي شيء نريده احنا. وفي مخرج للتراس امامي. تعالوا مع بعض نشوف اطلاله التراس. مساحة التراس هذا جيد، أقدر أقول تقريبا 4 × 5 × 5.5 متر تقريبا، وإطلالة مميزة على البحر. شوفوا الإطلالة الرائعة هذه واستمتعوا بهذه الإطلالة. تعالوا نشوف تكملة باقي تفاصيل الدور هذا. تعالوا نشوف الغرفة الأولى. الغرفة هذه مساحتها أقدر أقول تقريبا 3.5 × 4، ويطلعنا برضو على التراس اللي قلت لكم عليه، التراس اللي من جهة الممر. نطلع من الغرفة هذه نشوف الغرفة الثانية. الغرفة الثانية تفضلوا مساحتها أكبر من الغرفة الأولانية تقريبا 4 × 5 مساحة الغرفة. كل الغرف موجود فيها التدفئة المركزية، المخرج اللي طلعنا على التراس نشرح لكم هي من غرفة الماستر. طلعنا من الغرفة الثانية نشوف مع بعض الغرفة الثالثة. تعالوا مع بعض. الغرفة الثالثة كمان مساحتها زي الغرفة الثانية تقريبا 4.5 × 5، مساحتها جيدة ويطلعنا برضو على التراس، وموجود ما ننسى التدفئة المركزية في كل الغرف. مقابل الغرفة هذه عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للدور هذا، ما شاء الله مركبين فيها دواليب جيدة ممتازة، بالإضافة إلى مروش بنظام جاكوزي. وعندنا هنا خلف الباب عندنا الكلوزيت ومكان خاص لغسالة الملابس. تعالوا مع بعض نشوف غرفة الماستر. أول ما ندخل غرفة الماستر يميننا هنا عندنا دورة المياه التابعة لغرفة الماستر. غرفة الماستر مساحة غرفة الماستر تقريبا 3 × 5 أمتار، مكان مخصص للسرير، وهنا موجود أماكن للكهرباء، وعندنا جزء خاص هنا منطقة خاصة بغرفة تغيير الملابس الدريسنج روم. تعالوا نشوف الشيء المميز اللي هو التراس. تعالوا مع بعض. التراس اللي وعدتكم فيه الشيء الرائع جدا. شوفوا المساحة الكبيرة في هذا التراس. المنطقة الجانبية شوفوا المساحة الكبيرة، يعني أقدر أقول شيء كبير، ما أقدر يعني تقريبا كم المساحة هذه، ممكن 100 متر مربع أو 80 متر مربع. إطلالتها على المنطقة الجانبية إطلالة الطبيعة، وعندنا من الجهة الجانبية عندنا إطلالة المجمع. ونشوف مع بعض دائر مدار الدوبلكس أو الدور الثاني، مساحة كاملة للتراس. نقدر نستغل أي مكان نبغاه ونغطيه ونستفيد منه. يعني المنطقة هذه نقدر نقفله بالزجاج اللي هو المتحرك،
وأماكن ثانية نقدر نخليه مفتوح. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الجهة الجانبية. إطلالة رائعة على البحر، استمتعوا بهذه الإطلالة. أرجو أن يكون الفيديو نال إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات تحت الفيديو. الأسعار والتفاصيل موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا أيضا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.